جائزة أورورا للعمل والنهضة الإنسانية تمنح سنوياً نيابة عن الناجين من الإبادة الجماعية للأرمن إلى شخص أو مؤسسة نظراً لأفعاله وتأثيره الاستثنائي في إنقاذ حياة مجموعة من الناس. الجائزة تمنح في إيريفان عاصمة دولة أرمينيا، وكانت من نصيب الناشط الإيزيدي ميرزا ديناي لعام 2019. الديناي وفي لقاء حصري لإيزيدي 24 تحدث عن أهمية الجائزة. جائزة أورورا للنهضة الإنسانية هي أكبر جائزة إنسانية على مستوى العالم، تخصص للشخصيات الذين يعملون في الجانب الإنساني وخصصوا حياتهم وغامروا بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين ومساعدة الآخرين. تم تأسيسها عام 2015 في الذكرى المئوية لإبادة الأرمن، ولهذا تم تسميتها أورورا. أورورا كانت فتاة أرمنية صغيرة عمرها 11 سنة تم إنقاذها من إبادة الأرمن في وقت العثمانيين، وتم إنقاذ حياتها إلى أمريكا. وهذه الجائزة هي سنوية. في عام 2019 كان هناك 719 شخصية على مستوى العالم مرشحين لهذه الجائزة، وتم اختياري. طبعا عملية الاختيار طويلة جدا، حوالي سنة كاملة يعملون عليها للقوائم ويحققون في الأشخاص الذين يعملون في هذا الجانب. لا يحق للإنسان أن يرشح نفسه، يجب أن يكون شخص مجهول هو المرشح الذي يرشح هذا الإنسان بمعلومات كاملة، وبعدين يحققون في كافة الأعمال التي قام بها. وأنا تم اختياري كشخصية إنسانية إلى جانب شخصيتين، السيدة هدى سراري والسيد زانة مصطفى، الأشخاص الذين يعملون في الجانب الإنساني لعام 2019، وتم اختياري كحائز على الجائزة في أكتوبر. جائزة أورورا بالإضافة إلى قيمتها المعنوية والإنسانية لها قيمة مادية قدرها مليون دولار، يذهب ريعها إلى مشاريع إنسانية، وتمنح قيمتها إلى منظمات يبلغ عمرها الإنساني والعملي أكثر من 10 سنوات. جائزة قيمتها مليون دولار، وتمنح صلاحية صرف هذه الجائزة، هذا المليون دولار، على أشياء تنموية وإنسانية وأشياء تساعد الآخرين في المجال الذي يعمل به. وأنا قررت أن أمنح مبلغ الجائزة إلى 3 منظمات. منظمة ألمانية هي منظمة الجسر الجوي التي تعمل منذ 12 عام لإنقاذ أطفال العراق وضحايا الإرهاب وتعالجهم في ألمانيا، وستقوم منظمة الجسر الجوي بتنفيذ إحدى المشاريع التنموية والإنسانية في سنجار، والمنظمة الثانية هي سيد فاونديشن التي تعمل في أربيل وفي عموم مناطق كردستان بشكل خاص مع ضحايا العنف الجنسي وضحايا العنف وبمجال التنمية وأيضا العلاج النفسي. والمنظمة الثالثة هي منظمة شاي فوند أمريكية تعمل في للأخوة المسيحيين. شروط منح الجائزة للمنظمات هي شروط قاسية جدا، يجب أن يكون عمر المنظمة سنوات طويلة، ويكون على الأقل لديها 5 سنوات على الأقل أن يكون لها رقابة دولية من الناحية المالية. وتكون أنا حقيقة أنا اقترحت في البداية، لأن عملية اقتراح الأسماء المنظمات هي عملية طويلة، يعني أنا اقترحت أسماء المنظمات في الشهر الثاني، واقترحت جميع المنظمات اليزيدية التي تعمل في هذا المجال. المنظمات التي لديها صفة دولية أو تعمل في الجانب الدولي لم يتم قبولها لأن عمرها مع الأسف بعد 2014، والمنظمات اليزيدية الأخرى المحلية لم يتم قبولها لأن ليس لديها رقابة مالية دولية. والمنظمات التي تم قبولها الوحيد، يعني حتى المنظمة قدمت عدد من المنظمات اليزيدية الألمانية لم يتم قبولها، ما عدا الجسر الجوي كمنظمة هي ليست لها صفة دينية، وهي أصلا المنظم صفة الجائزة ليس لها صفة دينية، يعني هي لها صفة إنسانية يجب أن تحوي جميع. يعني ميرزا ديناي. بعد الإبادة الأخيرة التي تعرض لها الإيزيدية منحت جوائز عديدة للناشطين الإيزيديين، أهمها كانت جائزة نوبل للسلام وجائزة زخاروف وجائزة الأم تيريزا، وآخرها جائزة أورورا التي تعتبر أكبر وأهم جائزة عالمية في المجال الإنساني.
نازلين خضر يزيد 24 دهوك.